فكرة الانتقام موجودة فيا وفيك وفي كل الناس، وممكن كمان تكون لأسباب سهلة وبسيطة جدا، وهي ديت الفكرة اللي قامت عليها مسلسل غصون في الوحل. مسلسل غصون في الوحل بطولة هدى حسين، أميرة محمد، وريم أرحمة، وفوز الشوطي. الفنانة هدى حسين أبدعت جدا في دور غصون، وهو دور البطولة. وغصون هي شخصية معقدة جدا نتيجة لتربيتها. أسرتها كانت دايما بتربي على أساس التفرقة بين الولد والبنت، وده اللي أدى للشخصية المعقدة اللي هنشوفها جوه المسلسل. قصة مسلسل بتدور حوالين غصون وانتقامها من زميلتها بعد ما سمعتهم في مشهد بيتكلموا عليها من ورا ظهرها. قد يكون السبب مش قوي قوي، ولكن في الحقيقة هو سبب واقعي جدا، لأن ممكن أي حد فينا يتخانق مع حد أو يحاول ينتقم منه لمجرد تاتش صغير حصل بينهم. أحداث المسلسل بتدور حوالين تفاصيل انتقام غصون من زميلتها. وأحداث المسلسل في الأول بتبان إن هي سريعة جدا، ولكن مع مرور الوقت هتبقى شيقة أكتر وهتبان إن هي أكثر سخونة. المسلسل بيركز على تفاصيل الشخصيات بدون ما يتدخل فيها أكتر من اللازم، وفي الحقيقة التفاصيل دي بتبان واقعية جدا وعادية جدا لأي حد بيتفرج، مش خارقة للعادة. كمان بنلاقي إن التصوير متميز جدا داخل المسلسل، ولو جينا بصينا على فكرة اللهجة هنلاقي اللهجة سهلة جدا وبسيطة، أنا كشخص مصري قدرت أفهمها رغم إن هي لهجة خليجية وممكن تكون غريبة عني. الفكرة إن المسلسل كان المفروض يوضح أكتر من موقف اتعرضت فيه غصون للسخرية من زملائها، عشان فعلا يكون سبب الانتقام قوي، ما يكونش مبني على مجرد مشهد واحد أو لقطة واحدة بس جوه المسلسل. كمان الموسيقى التصويرية كانت كويسة جدا، ولكن الفكرة إن هي كانت حزينة أكتر من اللازم، ولو اتضاف للمسلسل مسحة كوميدية أو مواقف كوميدية أكتر ما كانش هيأثر على الفكرة خالص، وكان هيوصلها بشكل أحسن وأكتر إمتاع للجمهور. بشكل عام المسلسل خفيف ولطيف، والشخصيات أدت دورها بشكل مظبوط جدا جواه، ولكن الفكرة هل غصون هتقدر إن هي تكمل انتقامها بالشكل اللي هي ماشية فيه؟ وهل هي ممكن تقف عنه وتحس إن هي غلطانة؟ هو ده اللي هنعرفه من خلال باقي الحلقات. المسلسل بيتعرض على قناة MBC من خلال باقي قنوات سلينج عربي تي في. لأن المتعة ملهاش حدود، اعرف أكتر عن ما يعرض على قنوات سلينج عربي تي في. كل اللي عليك اضغط على ماي تي في من حسابك الخاص على سلينج، ثم على جايد، ثم اضغط سلينج سنترال تشانل، واستمتع بالتوب 5 من الأفلام والبرامج والمسلسلات اللي بتتعرض على قنوات سلينج خلال الشهر، بالإضافة لرأي بعض المشاهدين لمحتوى مسلسلاتنا العربية، وهتعرف أكتر عن أفضل مميزات تطبيق سلينج، وكمان فيديوهات شرح تفصيلية عن طريقة استخدام التطبيق عشان تستفيد من كل الخدمات. سلينج عربي تي في، تلفزيونك العربي.